بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحبابي إخواني في الله، طيب الله أوقاتكم وأحوالكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. أحبابي إخواني في الله، بعد الصلاة على رسول الله، أيها الأحبة في الله، هذه هي الليلة الأولى في عام جديد يا أحبابي إخواني في الله. أي والله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ربنا تبارك وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا أحبابي إخواني في الله، هذا عام جديد يا أحبابي إخوان في الله، وعام قد انصرم يا أحبابي بلياليه وأيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه. أحبابي إخواني في الله، أحصاه الله ونسوه يا أحبابي إخواني. عمر مضى يا أحبابي إخواني في الله، عام يا أحبابي 365 يوم يا أحبابي إخواني في الله، مرت من أعمالنا أحبابي إخواني في الله، لا ندري ما الله تبارك وتعالى يا أحبابي إخواني في الله، ما ندري ما الله قضى فيها أيها الأحبة في الله. وها نحن مقبلون بإذن الله على عام جديد يا أحبابي. ما مضى استغفر الله، وما استقبلت من عمرك كذلك حبيبي أخي في الله، ابدأ بالاستغفار، اجعل النهاية استغفار، واجعل البداية استغفار، فإن أهل الاستغفار هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اجعل عامك الذي مضى ابكي عليه باستغفار، وعامك المقبل اجعله ابدأه بالاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار لما ولا. وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عام قد مضى أيها الأحبة في الله، وقد اقتربنا يا أحبابي من القبر يا أحبابي إخواني. عام قربنا أحبابي إخواني في الله من انتهاء الأعمار. أي والله يا أحبابي إخواني في الله، كل يوم يمر فيك، يمر منك أو يمر عليك أو تمر فيه حبيبي وأخي في الله، هذه الأيام اعلم إنما هي تهدم في الأعمار، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم، يومك يهدم في شهرك، وشهرك يهدم في عامك، وعامك يهدم في عمرك، ثم تموت وتقف بين يدي الله. الآجال والأعمار يا أحبابي ما هي إلا أيام يا أحبابي إخواني في الله. انصرم ما عمر يا أحبابي أو يا أحبابي عام كامل يا أحبابي إخواني في الله، ندري ما الله قاضي فيه. نعم يا أحبابي إخواني، تذكرون يوم أن قال الحسن البصري لرجل قد تجاوز 60: يا فلان، يا عبد الله، كم تبلغ من العمر؟ قال الرجل للحسن البصري: 60 عاما. قال الحسن البصري: يا الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى الله؟ أوشكت أن تصل لك 60 سنة يا راجل ماشي إلى الله؟ وأوشكت أن تصل؟ فبكى الرجل وقال: يا إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحسن البصري: أتعرف معناها؟ تعرف ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الرجل: نعم، أعرف بأني لله عبد وأني إلى الله راجع. فبكى الحسن وقال: يا سبحان الله. قال له: يا رجل، من علم بأن لله عبد وأن لله وأنه إلى الله راجع علم بأنه موقوف ومسؤول، علم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد لكل سؤال إجابة. أحباب إخواني، أعمارنا أحبابي، قال عنها ملك الملوك أحباب إخواني في الله في سورة آل عمران كما بدأنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيام تمر وشهور تكر يا أحبابي، وأعمار وأعوام تقضي على الأعمار يا أحباب إخواني في الله. لأجل ذلك لابد لنا من وقفة أيها الحبيب، وقفة مع الأيام التي مضت، نستغفر الله تبارك وتعالى من كل ذلة ومن كل خطيئة أيها الحبيب وأخي في الله. نعم حبيبي وأخي في الله، تعالوا بنا أيها الأحبة في الله، نستقبل العام كذلك الجديد بالاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين يا أحباب إخواني في الله. لأن الموضوع قليل بسيط جدا. قال الحسن البصري للرجل، قال له بعدما بكى الرجل لما قال له أنك سوف تسأل وتعد لكل سؤال جواب، قال: فما الحيلة؟ قال: اتق الله فيما بقي يغفر لك ما مضى من ذنبك أو ما مضى من عمرك. نعم أحباب إخواني في الله، عام مضى أيها الأحبة في الله بما فيه من خير ومن شر. إن كان فيه من خير فوالله من الله وحده، وما كان في هذا العام من شر إنما بسوء أعمالنا وبتصرفاتنا وبتقصيرنا مع ملك الملوك. لأن الله تبارك وتعالى وعده لا يخلفه أبدا يا أحبابي. وعد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم ربي تبارك وتعالى عيشة سعيدة هنيئة ورب الكعبة. قال الله رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فما كان من خير في العام المنصرم والعام الذي مضى فمن الله، وما كان فيه من شقاوة ومن كان من تعب أو من نصب أو من هم أو من غم أو من مصيبة أو من بلايا أو من رزايا فاعلم أنما بسوء أعمالنا أحباب إخواني في الله
كما قال الله: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم يا أحباب إخواني في الله، نعم يا أحباب إخواني في الله، لأن الخير من الله والشر ليس إليه، إنما بسوء أعمالنا. قال الله: فما وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الأحبة في الله، فلا بد من هذه الوقفة في أول ليلة، ونحن يا أحباب إخواني في الله مقبلون على هذا العام، وإن شاء الله أول ما يوضع في قلوبنا بإذن الله في قلب المؤمن أن هذا العام عام كله خير، كله سعادة، كله تفاؤل، كله رحمة، كله شفاء، كله بإذن الله خير بإذن الله. عام مقبل إن شاء الله يستقبله المؤمن يا أحبابي بتفاؤل بإذن الله، لأن قضاء الله دايما خير ورب الكعبة أيها الأحبة في الله. لذلك أحبابي إخواني في الله، لا بد من تلك الوقفة أحبابي إخواني في الله، لكل منا ينظر إلى الخلف ونظرة للإمام. أما النظر إلى الخلف ينظر إلى ما قصر فلا يعود إلى التقصير، ينظر يا أحبابي إخواني في الله إلى ما فرط فلا يعود إلى التفريط. يا أحبابي، أحد الأساتذة في مجال الطب يا أحبابي يقول: بعد أن بلغت 40 وقفت يا أحبابي، والله قال لي بأذن يا أحبابي، هو قال لي هكذا أحبابي، قال لي: عم الشيخ، نظرت بعد سن 40 وهو أحبابي عمر مهم جدا، قلت أنا سوف أصنع كذا وكذا وكذا، يعني بقول أنا هعمل مراجعة مع نفسي، 1 2 3 هعمل، 1 2 3 مش هعمله. الله أكبر، يا ليتنا ذلك أحبابي إخواني، كل منا يعمل جرد يا أحبابي، لأن أغلى ما تمتلك عمرك، أغلى ما تمتلك، لابد ذلك من وقفة أحبابي إخواني في الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة، صحتك، أسأل الله يتم عليكم نعمة الصحة. 2، الفراغ، يعني العمر يا أحبابي إخواني. يا أحبابي، الأيام سريعة جدا ورب الكعبة أحبابي. نعم، ننظر فيما مضى يا أحبابي إخواني في الله، كم من حبيب فقدناه يا أحبابي إخواني، من أخ يا أحبابي إخواني في الله، كم من حبيب يا أحبابي، كم من زوج قد فقد وكم من زوجة قد فقدت، كم من يا أحبابي إخواني في الله من أب قد مات وأم قد ماتت وأخ حبيب قد مات وأخت يا أحبابي. نعم، نظرة إلى الخلف يا أحبابي، نقول يا أحبابي لا نفرط ولا نقصر فيما نحن مقبلون عليه إن شاء الله. أما النظرة الأمامية، أنك تعاهد الله رب العالمين أن تستقيم على الدرب وأن تسير على الطريق كما أراد الله تبارك وتعالى، وتدخل في قول مولانا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عام جديد يا أمة النبي، اجعلوه لله طاعة، اجعلوه لله تبارك وتعالى أحبابي إخواني في الله، عام تتقربون إلى الله فيه أحبابي، لأنه كما قال أحبابي إخواني في الله، قال الفضيل أحبابي إخواني أو الإمام الغزالي أحبابي إخواني في الله، له مقولة جميلة جدا يقول: من استوى يومه فهو مغبون. اللي يقول النهارده زي امبارح وامبارح زي النهارده، نقول له انت مخدوع وانت ما انت ما عرفتش صح، انت مش فاهم صح. المؤمن دايما كل يوم يخرج عليه اذا ما انتهى وقد قربه الى الله رب العالمين. اختم كلامي بكلام سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمسه، غربت الشمس، ولم يزداد فيه عمل أي طاعتي لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا العام أن يرزقنا الله تبارك وتعالى الأمن والأمان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا الكرب والهم والغم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا كاشف الهم ويا مجيب دعوة المضطر، نسألك ربنا أن تصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا بلاء كورونا يا رب، اللهم اصرفه عنا يا رب، اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرف عنا البلاء وادفع عنا الوباء واحفظنا من شر كل داء. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك يا ربي من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا العام وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا العام وشر ما بعده. اللهم وفقنا وثبتنا على طاعتك وأحينا على طاعتك. اللهم حقق فينا قولك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.